الكاتش والضربة الحرة. بنلعب في الدقيقة 82. 2-1 للغراب. عملها عملها. الله عليك الله عليك يا حبيبي. تسلم لك. الله عليك. عملت اللي عليك. اللاعب الأرجنتيني هو نظرة الآن لأباس كوليش. ممكن يكون الحل لعملية صديق ميسكو لتشيل. بسكوليتشي 21 هدف هذا الموسم، ثاني هداف الدوري. 18 هدف الموسم الماضي، ثاني هداف الدوري. بسكوليتشي وضربة حرة. وفي كارلوس كيم. كارلوس كيم سيبها لبسكوليتشي. عملها عملها النجم الكبير. مش بقول لكم هو اللي هو مستنيها. هي بالنسبة له ضربة جزاء. تيجا منذ نهاية الموسم الماضي ويستمر مع بداية هذا الموسم. هنا قاسم برهان مع النادي العربي محرك. في حمد الكبير. إذن شوف الكرة يا الله.